السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة كويزين سميرة ديزاد. اليوم راح نختموا الحلويات وختامها مسك، راح نختموها صابلي بذوق الشوكولا في قمة الأناقة والذوق الرفيع. نخليكم تكتشفوا الوصفة، فرجة ممتعة للفيديو. باش نحضروا الحلوة هذه عندي هاد المقادير. عندي هنا في الوعاء ديالي 250 غرام مارغرين طرية بدرجة حرارة الغرفة، عندي هنايا نص كاس كاوكاو محمص وملحي يكون رقيق شوية، عندي كذلك حوالي نص كاس تاع سكر ناعم، ثلاثة ملاعق كبيرة زيت تعطينا هشاشة في الحلوة ديالنا، حوالي زوج ملاعق كبيرة ما تكونوش معمرة مليح تاع حلوة الطرق تكون مفتتة، لازم نفتوها مليح باش تجينا رطبة وطرية في داخل لاباط ولاباط ديالنا تجينا بيان ليس. عندي حبة بيض وصفار، عندي زوج مغارف كبار كاكاو بودرة مر، عندي مغرفة صغيرة تاع لافاني، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، وعندي هنايا زوج مغارف كبار تاع مايزينا ولا نشا، ونحتاجو الفرينة باش نطمو العجينة ديالنا. نبداو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير. هاديك 250 غرام مارغرين نزيد عليها حبة بيض وصفار، نزيد عليها لافاني، قلنا مغرفة صغيرة تاع لافاني، نزيد عليها ثلاثة ملاعق كبيرة تاع الزيت، نزيد عليها هكذاك زوج مغارف تاع حلوة الترك، هكذا واحد زوج مغارف الملعقة الأولى، ونزيد الملعقة الثانية، زوج مغارف يكونوا معمرين حلوة الترك تكون مفتتة مليح. نزيد عليهم هذاك نص كاس تاع سكر ناعم، السكر من الأحسن نغرب له باش نتفاداو أي حبيبات تكون فيه. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعض سواء باليد حتى نتحصلوا على خليط كريمي ولا بلو باتور. انا نحب نستعمل لو باتور لانه يسهل علينا وتمتم يخلينا نتحصلوا على هذاك الخليط الكريمي هذاك. لما نتحصل على خليط كريمي نزيد هذاك نص كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي، لازم يكون محمص باش يعطينا بالنهايه، نزيد المواد الجافة الأخرى، عندي زوج مغارف كبار مايزينا ولا نشا، وزوج مغارف كبار معمرين مليح تاع كاكاو بودرة، فوالا، ونزيد نكمل نخلط سواء باليد ولا بلو باتور حتى تندمج هاد المكونات مع بعض، وآخر حاجة نزيدوها هي الفرينة مع الخميرة الكيميائية اللي قلنا هي مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات. نزيدوها مع الفرينة باش تمد لنا مفعول مليح في العجينة ديالنا، والصابلي ما يحبش نكثروا له الخميرة باش يبقى محافظ على الشكل ديالو، وحتى العجينة ما نشفوهاش بزاف نخلوها شوية طرية. فوالا هايليك العجينة اللي نتحصلوا عليها تكون عجينة طرية ما تكونش يابسة، والعجينة ديالنا من الأحسن نغطوها ونبداو نخدمو هكذا باش ما تنشفش معنا ما يضربهاش الهواء. نبداو نشكلو في العجينه ديالنا، العجينه ديالنا من الاحسن نشكلوها بين زوج هكذايا اكياس بلاستيكيه باش ما نزيدولهاش الفرينه وتجينا سهله في الخدمه. بعدها نطبع يعني الشكل اللي تحبوه سواء دائري ولا هكذا مقروطات، يعني على حسب ما تحبو نتوما. نحي المقروطات ونحطهم في صينية، انا فرشت لها ورق طهي، على كل حال حتى لو كان ما تفرشيش بابي كويسون ماهمش رايحين يلصقوا. وما نحكي لكمش على الريحة تاع حلوة الترك مع الكاوكاو والكاكاو، يعني ريحة ولا اروع. بالنسبة للعجينة هادوك لي شوت لي بقاو لنا هادو ما نعجنوهمش، نطموهم برك هكذا ونزيدو لهم شوية من العجينة هذيك الجديدة، ونكملوا نخدموهم نفتحوهم هكذا بلا ما نعجنوها. نكملوا هكذا بنفس الطريقه حتى نشكلوا كامل الصابلي ديالنا. الصابلي ديالي بعد ما طاب هاوليك هنا امامكم، هاوليك الشكل ديالو، درت نص انا على شكل مقروطات ونص درتهم على شكل دائره، هاوليك كيفاش طاب، طاب ما شاء الله، يعني ما تغير في الشكل ديالو بقى هو هو.
دوك نروحو نشوفو التزيين. التزيين في زوج نحتاجو كريمة الزبدة. بالنسبة للمقادير تاع كريمة الزبدة عندي هنايا أنا 125 غرام مارغرين تكون طرية، نحطو لها نفس الكمية تاع السكر ناعم، يعني هنا دايما يتماشاو كيف كيف طون بوغ طون. نزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع الزيت، وشوية تاع لافاني. نزيد لها أنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني، نزيد لها كمية من حلوة الترك تاني واحدة هكذاك زوج مغارف، نزيدها نفتتها هنا لداخل. بعدها نخلط مليح بلو باتور عشان تحصلوا على خليط يكون كريمي كوم اون بوماد. بعدها نلصق الصابلي ديالي كل زوج مع بعض هكذا بكريمة الزبدة، نضغط هكذا باش تخرج شوية على الحواف، نحطو طبقة تكون مليحة. هنا راني كملت حشيت الصابلي الاولاني الموديل الدائري هذاك هاوليك هنا. دوك نروحو نشوفو لافارس تاع الموديل الثاني، هذا اللي درناه على شكل مقروطات. عندي هنايا لا كريم او بور هذيك اللي بقات لي درتها في اون بوش، وهنايا في لا بوش هذه الدوزيام عندي كريمه الطوفيا ولا حليب كراميل. راح ناخذ كريمه الزبده ونحطها كامل هنا هكذا على الجوانب بهذا الشكل هذا، وكريمة الطوفيا نحطها هنا في الوسط، ونغلق على الصابلي هكذا بهذا الشكل هذا، نضغط ضغطة خفيفة برك. بهذا الشكل هذا. والآن نروحو مع بعض نحضرو الكلاصاج ديالنا. هنا فوق حمام مائي حطيت شوكولا خليط شوكولا بالحليب، وزدت لها شويه برك شوكولا سوداء هكذا باش تجيني هذاك اللون ما يكون غامق بزاف ما يكون فاتح بزاف. الماء ما نكتروش بزاف، ما لازمش هذاك الماء يقيس لنا الكاسرونه ديالنا من تحت، ونخليهم حتى يذوبوا. غير نشوف الشوكولا ديالي هنا على الاطراف بدات تذوب، نحرك الشوكولا هكذا باش نوزع كامل الحراره مليح، يعني هذه هي الطريقه الصحيحه في الكلاصاج. بعد ما نتاكد ان الشوكولا ديالي راهي كامل دابت نطفي عليها، ونزيد لها زوج مغارف تاع الزيت، ونخلطهم. الزيت تعطينا لمعه وتعطينا ثاني طراوه للشوكولا. ودوك نروحو نديرو مع بعض الكلاصاج للصابليه ديالنا. انا بعد ما حشيتو دخلتو شويه للثلاجه حتى هذيك لا كريم او بور لازم تتماسك باش كي نديرو الكلاصاج تاعنا تجينا سهله. ناخذ حبه تاع الصابلي ديالنا ونرميو عليها الشوكولا حتى تتغطى كامل، نخبط شويه باش يطيح هذاك الزائد، ونحطها هكذا فوق انغري. لا غري ديالي راني فرشت لها من تحتها ورق الطهي باش هذيك الشوكولا اللي طيح ومن بعد نقدر نريكوبيريها عادي هكذا باش ما نخسرو والو. فوالا البنات هنا راني كملت الكلاصاج تاع الشوكولا ديالي. شوفوا كيفاش خرج يلمع وخرج يبرق يخرج ما شاء الله. دوك انا نخليه تكوتي هكذا باش يزيد ينشف مليح مليح، ونروحو نحضروا الديكور اللي حنديروه من الفوق مع بعض. التزيين والديكور راني حنستعمل انا هاد القوالب هادوما، راهم متواجدين في الاسواق. انا هذا فيه لي نو، كاين اللي فيهم وردات، استعملي اي مول يكون عندك. ناخذ منه الشوكولا هذيك اللي بقات لي ونعمر هاد الفراغ. نخبط هكذا شويه المول ديالي باش هذيك الشوكولا تسقم لداخل، وندخلو للثلاجه حتى تتماسك هاد الشوكولا واحد 5 دقائق هكذا، ونعاود نخرجهم. والان نقترح عليكم طريقه واحده اخرى للديكور تاعني. اذا كان عندكم هاد الليمول تاع السيليكون هادو مالي نخدمو بهم لاباتا سوك، حتى هادو ما يصلحو باش نديرو بهم ورود تاع الشوكولا.
حتى هما نعمروهم هكذا بالكميه من الشوكولا. نحرك شويه هكذا لومول وندخلو للثلاجه زوج دقائق برك قسمه تماسك هاد الشوكولا. هذه نعمل نفس الشيء مع هذا تاع الورده، نعمر الكميه اللازمه، نحرك شويه لومول، نخبطو شويه هكذا وندخلو حتى هو للثلاجه حتى تماسك هاد الشوكولا. هذه لي نو هادو كاني خرجتهم من الثلاجه، هامليك نديرهم غير هكذا راح يدي مولا، وهم ليك الشكل ديالهم. الورود هم ليك كاني خرجتهم من الثلاجه ثاني، يعني يدي مولا بكل سهوله. هم ليك هاوليك الشكل ديالهم. حتى هاد الورده هذه كذلك تدي مولا، هذه ثاني بزاف شابه في الديكور. وانا هنا راني بديت في الديكور، لصقت هذوك الوردات هذوك باش نلصقوهم. ناخذ هكذا شويه شوكولا، انا حطيتها في اون بوش باش تجي سهله، ونلصقها مباشره في الوسط فوق هادو لي صابلي هادو اللي درناهم على شكل دوائر. اما بالنسبه هادو تاع المقروطات هادوما فضلت ندير لهم خطوط بالشوكولا. هنا من الاحسن الشوكولا تاعنا ما تكونش بزاف سخونه باش تساعدنا في الديكور. فوالا نمشيها مليح داخل ونعمل خطوط تاع نص حبه مقروطه، هذه نعملو غير النص برك، ونلصق الورده هذيك تاع الشوكولا هنا على جنب. وبعد هنا على الاطراف عندي هاد شوكولا بايتي رقيقه، هذه تباع عند اللي يبيعوا مواد الحلويات. نعمل رشه خفيفه برك هنايا هكذا. في الاخير هذا هو الشكل النهائي تاع صابلي بذوق الشوكولا وحلو الترك والكاوكاو المحمص. واش نقول لكم، يعني قمه الاناقه والذوق الرفيع في هذه الحلوه هذه. وختمناها كما يقول لك بهذه الحلوه هذه، وختامها مسك. ما بقى لي برك نقسم لكم حبه باش تشوفوا القوام تاع الحلوه هذه كيفاش تجي لداخل. عندنا هنا كما نقولوا دوبل فارس فيه كريمه الزبده والكراميل، يعني مزيج ولا اروع في هذه الحلوه هذه، يعني جميع الاذواق الهايله راهي في هذه الحلوه. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجام، شجعوني بتعليق كالعاده، بارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم اللي تعم الفائده. نشكركم على حسن المتابعه، ان شاء الله الحلويات اللي حضرناها مع بعض تكون نالت اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.